الأسباب القوية اللي دعت العالم بينظر لمصر في تنظيم مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، إن إحنا مش بنتكلم وبس، إحنا بنعمل حاجة على أرض الواقع على 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 الحقيقة. يعني إحنا في مستثمرين قائمة كبيرة جدا مهتمين جدا بضخ استثماراتهم في مجال الطاقة المتجددة، مهتمين جدا بالهيدروجين الأخضر، هو ده وقود المستقبل، وقود الساعة زي ما تقولوا. يمكن قريب أو يعني كان في اهتمام من كاس رئيس باللقاء مع شركة ميرسك اللي هي الخطوط المناحية، وقد إيه إن هي هتوطن صناعة مهمة جدا للخطوط الملاحية، استثمارات 15 مليار دولار. مظبوط. وفي نفس الوقت كمان في، عايز أقول لحضرتك، في مجهودات بتتم، مجهودات كبيرة جدا في تنفيذ برضو أو الإجراءات الخاصة بالربط الكهربي ما بين مصر وبين أوروبا. في اهتمام كبير جدا من مستثمرين وبين حكومات وكل الجهات المعنية. كمان في نفس الوقت في مجهودات بتتم لتوطين صناعة المتطلبات للطاقة المتجددة، بنتكلم على التوربينات الرياح والريش الخاصة بالرياح، توطين صناعتها هنا، هو الجزء الخاص بالمعدات في التحليل الكهربي للهيدروجين الأخضر، بيتم يعني العمل على ضخ استثمار في. هل بتعملوا حاجات جديدة بالنسبة للرياح؟ كنت شايف من كام يوم كده انه بعض العربيات نقلة الحاجات بتاعت المحطات ديت، بتعملوا حاجة؟ الريش. أيوة. طبعا بص حضرتك، ان احنا في تنسيق ما بيننا وبين شركة سيمنز، بيننا وبين شركات عالمية في الصيانة الخاصة بها، وتوطين هذه الصناعة موجودة تبقى في مصر، علشان العالم كله في الفترة اللي جاية ويعني هيهتم كبير جدا جدا، هو مهتم حاليا طبعا بالجزئية بتاع الطاقة المتجددة. عايز اقول لحضرتك ان احنا وصلنا لإنتاج من الطاقة المتجددة السنة دي الى حوالي 7000 ميجا وات. إن شاء الله السنة الجاية ممكن تصل لأكثر من 10,000 ميجا وات. في زي ما قلت لحضرتك قائمة كبيرة جدا وإقبال كبير. استثمار. جدا الاستثمار أجنبي، كله أجنبي؟ أجنبي وعربي ومحلي، وفي شركاء ما بين أو في شراكة ما بين المصنع أو الشريك المحلي والشريك المصري والشريك الأجنبي في مشروعات كتير جدا. يمكن كان في مشروع ان شاء الله متوقع يعني انتاج او بدايه الانتاج بتاعته بالتزامن مع قمه شرم الشيخ كوب 27 لانتاج الامونيا الخضراء ما بين شركه سكاتك النرويجيه برضه العالميه، وما بين شركات يعني شريك مصري وشريك اجنبي. دي المهمه اللي هو زي ما تم في الشراكة ما بين شركة سيمنز والشركات المصرية، والشركات المصرية اكتسبت الخبرة وبقت ليها باع وشهرة كبيرة جدا على المستوى الأفريقي والعربي والعالمي، أيضا على نفس المستوى بالطاقات المتجددة الحمد لله. يمكن بقت في شركات مصرية على كل المجالات، سواء المجال المشروعات الضخمة الكبيرة او على حتى المشروعات زي ما كنت بقول لحضرتك ان هي الخلايا الشمسيه اصبح المنازل، بقى في دلوقتي شركات بتعمل فيها، بتتعاقد مع البنوك لتقسيطها. الحمد لله يعني الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني باذن الله بتوفيق ربنا ان شاء الله يعني نخطو خطوه كبيره ان شاء الله. شوف احنا الحمد لله بنتكلم ازاي على ملف الكهرباء، وحضرتك بتقول لي على ارقام بسم الله ما شاء الله، لاول مره بشوف ده، ان الدول الكبيره النهارده بتتكلم على اطفاء الانوار، احنا كمان عندنا جزء من الاطفاء، ولكن حضرتك بتقول مش هدفنا ان احنا بنطفي ده او الشوارع او البيوت او غيره او كذا عشان يكون هدفنا التصدير كرقم واحد. مظبوط. هو بس حضرتك احنا اول حاجه زي ما كنت بقول لحضرتك، احنا اول حاجه الاهميه بالنسبه لنا هو توفير الاحتياجات الكهربيه، مش توفير بس، توفير واستقرار التغذيه الكهربيه، لان احنا زي ما احنا شغالين في الانتاج، شغالين في شبكات نقل الكهرباء، شغالين في شبكات توزيع الكهرباء، مبادره حياه كريمه للقرى المصريه، كل الحاجات دي ليه؟ علشان الاهتمام الاساسي هو توفير الطاقه الكهربيه.
مفيش تخفيف الاحمال، مفيش اطفاء احنا مكتسبات احنا وصلنا لها، مش ما عندناش استعداد ان احنا نرجع عنها تاني. الحمد لله احنا بنبني لقدام، وزي ما حضرتك اشرت الحمد لله بفضل ربنا في حين تحديات كبيره جدا بتواجه العالم، هم بيرشدوا بس الترشيد زي ما غصب عنه زي ما كنا احنا بنرشد او بنخفف في 2014 وما قبل 2014 لانه كانش عندنا المقدره. دلوقتي احنا بنرشد مش عشان احنا ما عندناش المقدره، احنا عايزين نستفيد من الفرصه الاقتصاديه اللي قدامنا. التحديات دي الحمد لله مش عندنا، عندنا استقرار كبير جدا في شبكات. بص يا فندم، لما بتكون في مخطط استراتيجي عند حضرتك وفي اراده سياسيه قويه للتنفيذ وفي تضافر للجهود كلها، زي ما حضرتك بتشوف والعالم كله بيلاحظ ان مفيش جهه لوحدها بتشتغل، كل الجهات الدوله بمتابعه من سياده الرئيس، فالناتج اكيد بيبقى ناتج كبير جدا، مخطط علمي موجود،